عايز ارجع معاكم بالتاريخ النهارده تحديدا بالتاريخ احنا بنتكلم على 21 يوليو في هذا التاريخ في تقريبا في نفس اليوم ولكن في عام 62 شهد العالم على انطلاق بث التلفزيون المصري للمره الاولى وطبعا زي ما انتم عارفين الاذاعه المصريه بدات قبل التلفزيون المصري طبعا بسنوات ولكن البث جاء في نفس يوم 21 يوليو 1960 وكان هذا البث خمس ساعات يوميا، الصورة اللي انتم بتشوفوها معانا على الشاشة هي صورة لبعض الأعمال اللي كانت تبث وبعدين كانت خمس ساعات لقناة واحدة يوميا زادت بعد كده إلى 13 ساعة يوميا مع بدء القناة الثانية في سنة 1961، يعني ظلت القناة الأولى لمدة سنة كاملة تبث المواد والأعمال وحتى يعني من من اللطف إنه كانت الأعمال التلفزيونية زي المسلسلات والبرامج ما كانش فيه مونتاج، يعني فكرة المونتاج دي ما كانتش موجوده زي ما احنا بنطلع لحضراتكم على الهواء كانوا كمان بيعملوا التمثيليات على الهواء القناه الثانيه بدات في سنه 1961 ودي كانت بعدها بسنه اما القناه الثالثه القناه الثالثه بدات بعد سنوات طويله ووقتها راوا انه لابد يكون القناه الاولى والثانيه كانوا قنوات يعني فيها من الكلاسيكيه وفيها من طبعا الرسميه فحبوا ان هم يعملوا قناه ثالثه يكون فيها يعني شكل الشبابي أكثر وده كان سنه 1985 ليصبح طبعا بعد ذلك التلفزيون جزءا من ذاكره المصريين وحافظا لتاريخها وموثقا دائما لاهم لحظات في حياه مصر كل سنه والتلفزيون دايما بخير وفي تقدم ودايما نقدر نشوف اعمال حلوه واعمال متنوعه في المبنى ده كان في اعمال تلفزيونيه عظيمه وكان في مسلسلات عظيمه وكان في افلام كمان تلفزيونيه وكان في مسرح للتلفزيون، الحقيقه كان مجهود كبير جدا بداوه رواد التلفزيون سنه 1960 ويمكن كان ابيض واسود وما كانش في الالوان في الفتره الاولى وخمس ساعات ولكن كان عدد العاملين كمان في التلفزيون قليل جدا ولكن كانت عباره عن خليه من النحل، الناس كلها كانت تعمل من اجل ان تقدم خمس ساعات طازجه يوميا بدون منتج، كل سنه والتلفزيون دايما بخير.